بسم الله الرحمن الرحيم. كويس 4B، أول سؤال بيقول لي an electric current of 2 ampere flows through a long wire of 10 meter، ادي اللينز بتاع الواير اللي معدي فيه current and cross section area ال A 0.1 meter square، its specific resistance اللي هي rho E electric resistivity يعني 0.05 ohm meter، the potential difference at its terminals is، عايز يعرف ال potential difference اللي هو equals I for R. ال I مديهاني واضحة، ال R هفكها لرو E في L over A وابدأ أعوض ال I ب 2 وال رو E ب 0.05 times ال L اللي هي ب 10 متر divided by ال 0.1، فهيطلع ال answer 10 متر. If the current across the X resistance dx resistance in the circuit is 5 ampere، الكرنت اللي معدي هنا كده فين الاكس، الاكس فوق، انا عندي 12 بارل مع اكس، فالكرنت اللي معدي هنا بايه؟ ب 5 امبير. تمام، حلو قوي. عايز قيمه الاكس بقى بكام؟ طيب ما انا عندي التوتال فولتج اللي هو 135، وعندي 2 ريزيستورز ما فيش غيرهم في السيركت متوصلين مع بعض ان بارل، طبعا البارل الفولتج فيهم زي بعض، يعني دي واخده ال 135 فولت كلهم ودي واخده ال 135 فولت كلهم. طب انا عايز اعرف قيمه الاكس، عادي ما هتساوي الفولتج اكروس ات على الكرنت اللي ماشي فيها، الفولتج اللي هو 135 ديفايدد باي ال 5، فهيطلع الانسر 27 اوم. In the opposite figure, the equivalent resistance between A and B equals، عايز يعرف ال equivalent resistance ما بين ال A وال B. خلي بالنا من حاجة مهمة قوي، إن ال A ده مش لازق هنا كده، ال A ده هو كأنه ال positive pole أو ال start بتاع ال connection يعني، فهعمل إيه؟ هعمل pointing عشان عندي سلكة فاضية كتير، فهسمي دي 1، دي مش لازقة هنا، في هنا حتة فاضية كده أهو، في الحتة دي كده، دي فاضية، فتبقى دي 1. وادي اهو 2، تمام، همشي كده 3، همشي كده، همشي كده، واحد ليه بقى؟ عشان لو سميت دي 3 هتبقى دي برضو 3، وهتبقى دي برضو 3 عشان واير فاضي، وهتبقى دي كمان 3، كده بقى عندي 3 points 1 و 2 و 3، ما بين ال 1 وال 2 عندي 3، وما بين ال 2 وال 3 عندي 9 و 9 وكمان ايه؟ وكمان 9. كده انا خدت كل الريزيستورز بتاعتي اللي في الرسمه 9 و 9 و 9، دول مع بعض بارل، فالايكوفلنت بتاعتهم ب 3 سيريز مع 3 دي، فيبقى التوتال ريزيستنس بتاعتي 6 اوم. In the given figure the equivalent resistance from A and B or between A and B، انا عندي سلكه فاضيه يبقى pointing 1، همشي وراها 1 لحد ما تخلص، ادي كمان 1، همشي اسمي دي 2، سميت دي 2 وسميت دي 2 مش فارقه ليه، عشان في ما بينهم سلكه فاضيه، فهتبقى دي 2 ودي كمان تبقى 2، يبقى انا كده عندي 2 points اللي هي 1 و 2 موجود ما بينهم 3 اور اهي، و 1 0.5 اور تمام، وكمان 3 اور، هعمل ال 3 وال 3 مع بعض عشان اخلص منهم، تبقى 1.5، واحده منهم على ايه؟ على جنب، باقي معايا 1.5 اور بارل معاها، يبقى كده عندي 2 1.5، هتبقى الاور توتال بتساوي 1.5 اور اوفر 2 يعني 0.75 اللي هي 3 اوفر 4 اور، فهيبقى الانسر C. If the length of a conductor is doubled، لو اللينث زاد للدبل والراديوس از دبلد، خلاص بقى قلناها كتير، الريزستيفيتي ما تتغيرش، الريزستيفيتي بتعتمد على التايب ماتيريال، هي اللي بتيجي في كل كويز يعني ما تغلطش فيها بقى، وادي التمبريتشر، يبقى هتفضل remains unchanged. بيقول لي 4 identical lamps connected in parallel، 4 ال N4 وزي بعض بالظبط
متوصلين للايه البارل، يعني الار توتال بتساوي واحده فيهم على عددهم اللي هو 4. ايتش اوف ذم كمان مديني قيمه كل واحده فيهم 6، يبقى 6 اوفر 4 ده قيمه الايه البارل. تمام، بيقول لي لو الجروب ده اللي هما الاربعه، ادي 6 وادي 6 وادي 6 وادي كمان 6، تمام، اربعه متوصلين مع بطاريه 12 فولت. The current passed in each resistance، عادي ما هما زي بعض. ممكن اعمل بقى توتال ريزيستنس وتوتال كارنت واقسمهم على بعض ولفه، بس دول بارلل مفيش غيرهم في السيركت سيريز معاهم، فهم واخدين كل الفولتج، فكل واحده فيهم الفولتج اكروس زم اكروس 8 يعني 12 فولت، فيبقى الاي اللي معدي في كل واحده فيهم بيساوي الفولتج بتاعها اللي هو 12، عشان كل واحده واخده 12 كلها، على قيمه الريزيستنس بتاعتها اللي هي ب 6، فهتبقى 12 اوفر 6 فيطلع 2 امبير اللي هو انسر 2، مش محتاجين بقى الايه الار اكويفالنت. تو ريزيستورز وان اوف ذم از 1 اوم، عندي اتنين، واحده ب 1 وواحده لحد دلوقتي مش عارفها، then their equivalent resistance greater than ولا less than ولا equal. في السيريس كونكشن التوتال ريزيستنس بتبقى greater than the greatest one، فيعني كده كده لازم تبقى اكبر من 1، يعني مثلا لو دي ب 2 هتبقى ب 3، لو دي ب 1 هتبقى التوتال ب 2، لو دي بنص هتبقى ب 1.5، لو دي ب 0.25 هتبقى 1.25. فكل الاحوال سواء كانت ال 1 دي هي الكبيره او الصغيره هيبقى التوتال ريزيستنس جريتر ذان اي 1، علشان التوتال ريزيستنس بيبقى او الايكوفالنت ريزيستنس تبقى جريتر ذان ذا جريتست 1. بيقول لي ان ذا شون سيركت فولتج اكروس 60 اوم ايكوال، ال 60 اوم دي ادي ال 120 متوصله، ده دي سلكه فاضيه كده، لو جيت عملت بوينتنج الاقي النقطه دي 1 عشان هي اللي بعد البوزيتيف على طول، والنقطه دي كمان 1 متوصله ما بين تو تيرمينالز عندهم نفس الفولتج واخدين نفس الرقم اهو، فمش هيعدي اصلا فيها كارنت، فهيبقى الفولتج اكروس ات بزيرو. بيقول لي which of these graphs is correct، الرو اي والكوندكتيفيتي، الرو اي العلاقه اللي ما بين اللي على الواي اكسس والاكس اكسس، ما تنساش الجراف الرو اي بيساوي 1 اوفر كوندكتيفيتي، الرو اي انفرس مع الايه مع الكوندكتيفيتي، فلما يرسم ما بين الرو اي والكوندكتيفيتي يبقى العلاقه انفرس ريليشن اللي هي دي، مش دي، دي هناخدها قدام شويه اللي هي بي، دي لما يكون في بلس او ماينس في الايه في الايكويشن، انما لما تكون العلاقه كده يعني مثلا لو الكوندكتيفيتي زادت دبل دي تقل للنص عكس الريشيو انفرس، مع انفرس ايه بروبورشنال، بيكون الجراف بتاعها اللي هو دي. اخر سؤال، ذا ايكويفالنت ريزيستنس فور ذا سيت جيفن ريزيستورز ان فيجر، اذ عايز الايكويفالنت ريزيستنس الكرنت جه هنا اي توتال، لا طريقين اي 1 واي 2، يمشي في الطريق الاولاني في ال8 وال8 دول سيريس مع ايه مع بعض، في الطريق الثاني يمشي برضو في ال 8 وال 8، فانا كده عندي 16 بارلل مع 16، فهتبقى الايكوفالنت ريزيستنس 16 اوفر 2 هتطلع 8 اوفر.